بالمئة من عملية الجمع. هيئة الانتخابات تعلن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية للدائرتي توزر وتطاوين. المكاتب المركزية للتجميع والفرز بكامل تراب الجمهورية تواصل عملية التثبت والتدقيق اليدوي والآلي في محاضر نتائج العد والفرز. البعثات الأجنبية لمراقبة وملاحظة الانتخابات تقول أن عملية الاقتراع استجابت للمعايير الدولية وإشادة دولية وعربية بظروف إجراء الانتخابات. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية لدائرتي توزر وتطاوين. وأفاد صرصار في ندوة صحفية بالمقر الإعلامي للهيئة أن إعلان هذه النتائج جاء بعد أكثر من 52% من عملية الجمع، مضيفا أن النتائج الجزئية هي نتائج متعلقة أساسا بالأصوات المتحصل عليها في الدوائر، وهي نتائج لا تفتح باب الطعون بل تقدم لمعرفة سير عملية الفرز في انتظار صدور النتائج الأولية. رئيس الهيئة أكد أن احتساب أجال الطعون لدى المحكمة الإدارية يبدأ بعد تعليق النتائج الأولية. وللمزيد معنا مباشرة من المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة مفادة الأخبار فدوى شتورو. فدوى، إذن فقدنا الاتصال بمفادة الأخبار فدوى شتورو وسنتواصل معها لاحقا. ونمر إذن إلى تطاوين، ومعنا مراسل الأخبار من تطاوين خميس بوبتان. خميس، إذن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن النتائج الجزئية بتطاوين في انتظار النتائج النهائية. بالفعل، كما ذكرت، في حدود الثانية بعد الظهر من هذا اليوم أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التشريعية التي تقدمت لها 31 قائمة انتخابية من أحزاب سياسية وائتلاف وقائمات مستقلة. النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات لأربعة مقاعد ضمن مجلس النواب الشعب القادم في جهة تطاوين تقدم حركة النهضة وحصولها على 22770 صوت، أي ثلاثة مقاعد في هذا المجلس القادم. وحزب نداء تونس تحصل، حزب حركة نداء تونس تحصل على 2672 مقعد صوتا، يليه حزب الاتحاد الوطني الحر ب 1284 صوت، ثم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ب 1270 مقعد صوت، لتتوزع بقية الأصوات على بقية القوائم المترشحة في جهة تطاوين. ما لاحظناه هو الإقبال اللي كان في حدود، ونسبة الإقبال كانت 56% في جهة تطاوين في هذه الدائرة الانتخابية الوحيدة بولاية تطاوين. ومع تسجيل صراحة بحسب المتابعين خاصة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وكذلك الناخبين والملاحظين والمراقبين، هو العزوف المسجل لفئة الشباب في هذه الانتخابات، وأكثر المنتخبين أو المقترعين هم من الكهول، من النساء وكذلك من الرجال في كبار السن. ما لاحظناه كذلك بعد صدور هذه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية هو صراحة القبول بهذه النتائج على المستوى الجهة، ما لاحظناش أي احتجاجات أو غيرها. بالنسبة لعملية فرز الأصوات تمت بشكل سلس وشكل عادي رغم حصول إشكالين بسيطين في صندوقين تم وضع المحاضر المكاتب الاقتراع ومراكز الاقتراع وسط هذه الصناديق، وتم تجاوز الإشكال بحضور عدل منفذ في مركز التجميع الذي تم تخصيصه لجهة تطاوين في القاعة الرياضية المغطاة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة للغاية على مستوى القوات الأمن الوطني وكذلك على مستوى قوات الجيش الوطني. نعم، مراسل الأخبار خميس بوبتان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من تطاوين.
ومتابعة لسير عمليات التجميع والفرز، قام رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بزيارة عدد من مراكز التجميع، ومنها مركز التجميع ببن عروس، للوقوف على بعض الصعوبات التي تعترض الأعوان أثناء عملهم. وقد أكد صرصار بخصوص النتائج التي تعلن بين الحين والآخر إنها ما هي إلا نتائج محاضر الفرز الأولية. مستقلة للانتخابات شفيق صرصار خلال زيارة لمركز التجميع بدائرة بن عروس أن الهيئة لم تصدر أي نتائج أولية، معتبرا أن ما صدر هو أرقام عن محاضر الفرز الأولي التي يتم تعليقها بمراكز الاقتراع، وأن عملية التجميع والفرز تتفاوت حسب الدوائر التي تختلف من حيث كثافة التصويت فيها والامتداد الجغرافي. صبر آراء راهو ما عندوش علاقة حقيقية بما تم في صناديق الاقتراع، يعني أنه تو نستناو احنا الهيئة تحاول أن تقوم بالتجميع بنشر إن أمكن النتائج الجزئية بالنسبة للدوائر عن النتائج الأولية اللي هي راهي نتائج رسمية تفتح باب الطعون، هذه تتم في خلال 3 أيام القادمة، ثم نستناو بعد المحكمة الإدارية كيف ستبت وقت تبت المحكمة نهائيا نخرج ما يسمى النتائج النهائية. وحول عدد من التجاوزات، أوضح صرصار أن الهيئة ستنظر في التقارير الواردة عليها ومدى انعكاسها على النتائج النهائية. وتتم عملية التجميع بدءا بتسلم الأكياس الآمنة من قبل المنسقين المحليين للهيئة، مرورا بتسجيلها بمكاتب الضبط والمكتب المركزي للهيئة بقاعة التجميع، وصولا إلى عملية توزيعها على فريق العد الآلي واليدوي واحتساب النتائج. بداية من الساعة 7 علينا نحن ننتظر في تسلم المحاضر اللي البعض منها كما ذكرت أنه وردت 9 صباحا اليوم. التو قاعدوا معنا يستنوا لين يكملوا دواليك واحد ورا واحد اللي تكمل المحاضره نتاع كل معتمديه، اللي نحن حبذنا انه كان كل كيما يقولوا معتمديه يحلوا عدد معين من المحاضر باش الكل نبداو فرد وقت ونسرعوا العمليه. صناديق الاقتراع بدات تبوح باسرارها رويدا رويدا في انتظار الاعلان الرسمي للنتائج النهائيه من قبل الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وهو ما قد يغير المشهد السياسي في تونس. بثينه بجناح، التلفزه الوطنيه التونسيه، من داخل مقر الجمع ببن عروس. ونعود الآن مشاهدين إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة وتحديدا المركز الإعلامي، حيث مفادت الأخبار فدوى شتورو. إذن فدوى، هل من ولايات جديدة ربما انتهت فيها عمليات الفرز، ومتى من المنتظر أن تستكمل العملية نهائيا؟ أهلا دلال. بالنسبة للولايات الجديدة لم يتم تقديمها بالنظر إلى التأخير الذي حصل في موعد الندوة الصحفية. معنا السيد مراد المهليلي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليفسر لنا أكثر عن أسباب تأخير هذه الندوة الصحفية إلى غاية الساعة 10 ليلا. الأسباب هو تعود أساسا إلى عدم ورود معطيات من الهيئة الفرعية، لأنه احنا المعلومات نستقيها من الهيئات الفرعية، لم نتحصل لحد الآن على المعطيات من قبل الهيئات الفرعية. ننتظر في القريب العاجل أن تمدنا على الأقل في حدود 3-4 هيئات فرعية معطيات جديدة في خصوص الدوائر الانتخابية التابعة لها وإعلانها في ندوة صحفية القادمة إن شاء الله. سيد مراد، هل هذه المعطيات لديها صلة بما سمي أخطاء إجرائية؟ في جانب هو يبرر التأخير الأخطاء الإجرائية، ولكن ما نمشي بالكثافة. صحيح بعض الأخطاء ارتكبها أعضاء مكاتب الاختراع في أنه إيداعك الكيس الآمن اللي يضمن المحضر اللي على أساسه يتم فرز الأصوات داخل الصندوق، مما استدعى من الهيئات إجراءات فتح الصندوق من جديد بحضور ممثل القائمات وبحضور عدول التنفيذ في إطار شفافية. عمليا او تحديدا قانونيا، ما هي الاجراءات التي سيتم بها العمل لتجاوز هذه الاخطاء الاجرائيه التي تمت داخل مكاتب الاقتراع؟ هذه اخلالات اتخذنا الاجراءات القانونيه، هي استخراج فتح الصندوق واستخراج الكيس من جديد لسحب المحضر وبقيه الوثائق حتى يتسنى للمكتب المركزي على مستوى الهيئه الفرعيه تجميع النتائج والبت في المحاضر هذه ومفاتنا في النتيجه في خصوص الدائره ككل. يعني بهذا التصور لا يمكن الحصول على نتائج في الساعات القادمة، النتائج النهائية أو حتى النتائج الأولية؟ لا، بالنظر إلى حجم الدوائر، خاصة الدوائر الكبيرة منها اللي تضم عدد كبير من مكاتب الاقتراع وبالتالي عدد كبير من المحاضر، كما ذكر السيد رئيس الهيئة في الندوة الصحفية السابقة تطور العمل في حدود 52-53%، فبالتالي من الصعب أنه باش نستكمل الإجراء هذا في وقت قصير.
لكن هل يمكن القول أن النتائج التي تداولها الملاحظون أو تم تداولها إعلاميا هل هي قريبة من الواقع؟ لا، هي ما تم تداوله من البارحة إلى اليوم من قبل مختلف الجهات، وسائل إعلام، شركات صبر الآراء، ليست بالنتائج، هي استطلاعات لآراء ومواقف المقترعين عند خروجهم من مكتب الاقتراع انطلاقا من عينة محدودة تم ضبطها، وبالتالي ما يمكن النتائج إلا هو صادر عن الهيئة، لأنه نتيجة بناء على جميع المحاضر الواردة من مكاتب الاقتراع. لكن عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء التونسية، صرح وقال أن النتائج قد تكون غير رسمية، يعني المتداولة في الإعلام لكنها قريبة من الواقع. هذا ستفرزه النتائج الواردة من الهيئات الفرعية ومقارنتها بما تم نشره من انطلاق من الليلة البارحة من انطلاق في شركات صبر الآراء ووسائل الإعلام. إذا تبين هناك تطابق فسيظهر التطابق. شكرا دلال، هذه آخر المستجدات. وفدت الأخبار فدوى شتورو إلى المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، شكرا جزيلا لك. وفي الوقت الذي اختتمت فيه عمليات الفرز الآلي واليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية بكل من توزر وقبلي وتطاوين، لا تزال عملية احتساب الأصوات وجمع النتائج بعدد من المكاتب المركزية للتجميع والفرز بمختلف جهات الجمهورية لا زالت متواصلة. لا تزال عملية الفرز الكامل للأصوات متواصلة بجميع مكاتب الفرز المركزية بمختلف جهات الجمهورية. مصادر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة أكدت أنه بعد فرز النتائج بقرابة 190 مركز اقتراع، تشير المؤشرات إلى فوز حركة نداء تونس وحركة النهضة بالمراتب الأولى. وفي عدد من معتمديات ولاية المنستير تظهر النتائج الجزئية بعد استكمال عملية الجمع بالنسبة لمختلف مكاتب الاقتراع تصدر حزب حركة نداء تونس، تليه حركة النهضة، ثم حزب أفاق تونس. فيما تشير التوجهات الأولية في دائرتي صفاقس 1 و2 استأثار قائمتي النهضة ونداء تونس بغالبية الأصوات. كما تشير المعطيات الأولية الواردة بالدائرة الانتخابية بتوزر إلى حصول قائمة حركة النهضة على المرتبة الأولى، ثم القائمة المستقلة لمجد الجريد على المرتبة الثانية، تليها قائمة حركة نداء تونس في المركز الثالث. وفي دائرة بن عروس أظهرت عينة أولية للنتائج الجزئية أن التوجهات الأولية لنسب التصويت تبين استئثار حركتي نداء تونس والنهضة بغالبية الأصوات. وتتواصل عمليات العد والتجميع بمختلف المراكز بحضور عدد من الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب السياسية والقائمات المتنافسة. هذا وبلغت نسبة عمليات الفرز بدائرة جندوبة إلى حدود ظهر اليوم 20% تقريبا. ويعود بطء سير عمليات الفرز في جزء منها إلى أسباب أمنية، حيث تتخذ وحدات الجيش الوطني كل الاحتياطات اللازمة لإيصال محاضر الفرز والاقتراع إلى نقطة الفرز المركزية بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة جندوبة، خاصة وأن المنطقة تعرف بتضاريسها الصعبة وبتمركز العناصر الإرهابية في الجبال. فرز لحد الآن من 388 مكتب، فرزنا ما يقارب 55 مكتب. نتصوروا أنه في 48 ساعة أخرين يكون كل مكاتب يتم فرزها. تعرضنا العديد من المصاعب، والدليل أن لحد الآن ثم معتها محاضر من برقة لم تصل. ما طبيعة هذه المصاعب؟ المصاعب هي متعلقة بوضع أمني من. وحسب النتائج الأولية لشبكة مراقبون، فقد سجل عدد من الأحزاب الذين كانوا يتصدرون المراتب الأولى في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تراجعا في ترتيبها. إذن ونمر الآن إلى مراسلتنا من قفصة عائشة الجمني. عائشة، إذن إلى أين وصلت عملية فرز الأصوات وهل من نتائج أولية؟
لا تزال دلال عملية فرز الأصوات بالقاعة المغطاة بمدينة قفصة جارية إلى حدود هذه الآونة. كنا بالقاعة الرياضية المغطاة حيث تتم عملية الفرز تقريبا الآن وصلت إلى نسبة 55%، أي تقريبا 200 صندوق من مجموع 380 صندوق بالنسبة لمختلف مكاتب الاقتراع بولاية قفصة. و حسب البوادر الأولية وحسب ما أمدتنا به الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية قفصة من نتائج أولية، حيث لا يزال التسابق والتلاحق بالنسبة للمراتب الأولى بين كل من حركة النهضة وكذلك حزب نداء تونس، ثم كذلك الجبهة الشعبية تدخل في السباق، أيضا القائمة المستقلة شباب المستقل بقفصة وكذلك حزب المبادرة خماسي يتلاحق ويتسابق على المراتب الأولى بالنسبة للدائرة الانتخابية بولاية قفصة. ونذكر هنا أن هناك 7 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة الانتخابية من مجموعة 162 ألف مسجل بالنسبة للدائرة الانتخابية بولاية قفصة. هناك 99 ألف مواطن قاموا بالانتخاب، أي تقريبا بنسبة 61%، ولازلنا في متابعة النتائج الأولية بالنسبة للدائرة الانتخابية الخاصة بولاية قفصة. نعم عائشة الجمني مراسلة الأخبار من قفصة، شكرا جزيلا لك. وعن النتائج الأولية للانتخابات والظروف التنظيمية والأمنية التي مرت بها العملية الانتخابية تحدث المواطنون إلى كاميرا الأخبار. بكل حرية وديمقراطية وفي وضع أمني جيد، هكذا كانت انطباعات الشارع التونسي عن سير العملية الانتخابية في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة. منظمة وباية وفرحانة ياسر، وأنا مزغرط نهار كبير عندي. وعندك الحرية الكاملة، لا واحد يعص عليك، لا واحد يضغط عليك شكون تنتخب شكون ما تنتخبش، أنت حريتك. العملية الانتخابية كانت جد ممتازة، يعني كنا مطمئنين بعد العمل الجبار بتاع الأمن. ما صارتش حاجة كنا متخوفين منها، الحمد لله ما صار حتى شيء ونجحت الانتخابات. ظروف أمنية طيبة للغاية، وهذا ما يفسر نجاح العملية الانتخابية. النتائج الأولية للانتخابات التي تداولتها وسائل الأعلام وإن كانت غير نهائية فقد أفرزت ردود أفعال متباينة بين التونسيين. النتائج الأولية من المفروض ما يخرجوهاش من الأول، لازم ماناش نتائج حسب الآراء، لازم على هيئة رسمية أمور رسمية تخرجها بالرسميات، معناتها باش تعرف الناس كلها النتيجة. نتمنى العباد الكل تقبل باللي جاب الصندوق وفهمتني ولا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي اللي من شأنها أنها باش تعطي النتائج الرسمية. آراء المواطنين وإن اختلفت بين مؤيد ورافض للنتائج الأولية للانتخابات فقد توحدت في خدمة الوطن والمرور به من المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار. يزيدنا مرحلة تأسيسية، نحبوا على مرحلة توا باش نبنيو تونس المستقبل، هذه حاجة ثابتة وحتى حد ما يشك فيها مهما كانت الاختلافات. انتظاراتنا كبيرة سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي. نتمنى يكون معنا الناس تتفق وتمشي بمصلحة تونس. أنا متفائل ياسر، بالنسبة لي أنا متفائل ياسر لتونس. هكذا كانت آمالهم وتطلعاتهم، فحتى وإن اختلفت آراؤهم واختياراتهم يجمعهم حب الوطن. إذن وكما ذكرنا منذ قليل فإنه حسب النتائج الأولية لشبكة مراقبون فقد سجل عدد من الأحزاب الذين كانوا يتصدرون المراتب الأولى في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سجلوا تراجعا في ترتيبهم. وفقا للنتائج الجزئية لما أفرزته صناديق الاقتراع فقد تراجعت حركة النهضة إلى المرتبة الثانية مقارنة بانتخابات 2011، وفيما فقدت الحركة موقع الصدارة فإن شركها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان دون تطلعات الحزب وأنصاره. فبعد احتلاله المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وحصوله على 30 مقعدا كشفت النتائج الأولية لشبكة مراقبون أن حزب المؤتمر لم يتحصل إلا على نسبة 2% من الأصوات في هذه الانتخابات، نسبة قد تمكنه من حجز 4 مقاعد فقط في البرلمان الجديد.
حزب التكتلي كان غائبا في النتائج الأولية التي قدرت حضوره في المجلس التشريعي القادم بمقعدين فقط بعد أن حاز 20 مقعدا في التأسيسية. عدد من المحللين أكد أن فقدان حزب المؤتمر والتكتل للدعم الشعبي الذي مكنهم في وقت سابق من احتلال مراتب متقدمة يعود أساسا إلى خيارهم التحالف سابقا مع حركة النهضة وانصهارهم في حكومة الترويكا. حزب تيار المحبة من جهته الذي كان مفاجأة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بحلوله في المراتب الأولى مني هو الآخر بخسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية ولم يتحصل وفق النتائج الأولية لشبكة مراقبون إلا على 1% من نسبة التصويت، نسبة قد لا تمكنه من حجز أي مقعد في مجلس نواب الشعب القادم. وللمرة الثانية يتلقى الحزب الجمهوري ضربة موجعة وفق المحللين، فبعد إخفاقه خلال انتخابات 2011 و2000 في الحصول على عدد هام من المقاعد يؤهله أن يكون شريكا قويا في الحكم، يبدو أنه لن يغادر صفوف المعارضة خلال المدة النيابية القادمة بعد حصوله وفق شبكة مراقبون على نسبة 1.6 من الأصوات. ولئن تبقى هذه التقديرات أولية في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية فإن ملامح الخارطة السياسية الجديدة بدأت تتوضح، فيما تبقى مسألة التحالفات مفتوحة على أكثر من سيناريو. وبعد أن رصدت آراء المواطنين داخل تراب الوطن، كاميرا الأخبار تجولت أيضا في الخارج وتحديدا في بروكسل، أين رصدت آراء الجالية التونسية هناك حول النتائج الأولية للانتخابات وانتظاراتهم المستقبلية. قد تختلف الآراء السياسية بشأن السياسة التونسية لدى العديد من يقيم خارج تونس كما هو الحال في الداخل. النتائج الأولية للانتخابات وصعود نجم بعض الأحزاب وأفول البعض الآخر ألقى بظلاله على رؤى التونسيين المقيمين خارج الوطن. ويعتقد الكثير أن التقارب الوحيد بين الجميع الذي يمكن أن يحدث هو التخلص من الحالة المؤقتة التي تعيشها تونس. النتيجة اللي مش يخرجوها صناديق الاقتراع مش توري انه الشعب التونسي مش يكون الفاصل او الفيصل باش يحكم ان مشروع مش يكون يقود البلاد التونسية في 5 سنوات المقبلة. ويقرأ الكثير من التونسيين التغيرات التي قد تحصل بعد فرج النتائج بأنها جاءت نتيجة جهد جماعي تونسي، والتي ربما تكون تجربة يحتذى بها في العالم العربي والبلدان الأخرى التي شهدت تحولات في الفترة الأخيرة بفضل هذه المحبرة والبصمة. المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس لا تتحمل أيام قادمة باختلاف بين هذين الحزبين. المهم يتذكروا الخدمة اللي شدوها نهار الأحد، هيك الخدمة على خطر الشعب التونسي، وتوا حتى هما لازمهم يخدموا الشعب التونسي وخاصة الشباب. ويرى البعض إلى أن اللقاء الانتخابي الذي جرى في بروكسل يومين كان نافذة مهمة تطل على تاريخ ومستقبل تونس. اختلفت النتائج لكنها لم تؤثر على اتفاقهم على أن الوطن هو الرابح الأول في ظل تحديات جمة، تحديات تنتظر من سيتسنم المسؤولية مهمة إخراج تونس إلى دائرة الضوء. حسين الوائلي، التلفزة الوطنية التونسية، بروكسل. إذن حسن سير العملية الانتخابية انعكس أيضا على الناحية الاقتصادية، إذ خيمت أجواء من التفاؤل على معاملات بورصة تونس في أول حصة تداول بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، فقد أقفل مؤشر تونانديكس على ارتفاع بنسبة 1.54، ما رفع مردودية المؤشر منذ مطلع سنة 2014 إلى 6.78، كما شهدت عملية شراء أسهم الشركات المدرجة بالبورصة تطورا ملحوظا لم تشهده منذ 3 سنوات. في أول حصة معاملاتها بعد إتمام عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية، سجل نشاط بورصة تونس للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا على مستوى مؤشرها الرئيسي تينانداكس، وكذلك فيما يخص معدل حجم تداولها اليومي. اليوم شهدنا ارتفاع ب 1.54% في مؤشر تينانداكس اللي هو شيء مريناش منذ عدة شهور، في حجم تداول مهم بلغ 6.6 مليون دينار، هو يتجاوز المعدل
المعدل السنوي اللي رناه منذ بداية سنة 2014 اللي هو 5.9 مليون دينار. مؤشرات إيجابية رفعت من أسهم 49 شركة مدرجة بالبورصة من بينها كل الشركات العمومية، وغيرت مآل عملية الشراء بالبورصة التي شهدت أيضا إقبالا مكثفا من قبل المستثمرين لم تشهده منذ 3 سنوات. وخلال 3 سنوات هذه السوق مستوى الأسعار فيه لي ميتيبل دو فالوريزاسيون طاحوا وانخفضوا بصفة كبيرة، ما خلقوا فرص كبيرة للاستثمار، لكن ما كان حد لهي بهم لأنه كان ثم أجواء من الخوف ومن عدم الاستقرار في البلاد. تحسن مؤشرات بورصة تونس للأوراق المالية يعود حسب المحلل المالي بسام النيفر إلى عوامل عدة أعادت ثقة المستثمرين، أهمها نجاح عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية. كنا متخوفين، كان ثم جو من الخوف من عمليات إرهابية ربما، أو أنه الانتخابات بعض الأطراف السياسية ما تقبلش بالنتائج نتاعها، كل ما ريناهش. ثم أيضا اليوم مش يولي عندنا مجلس نيابي يتمتع بالشرعية لمدة 5 سنوات، هناك استقرار، هناك إصلاحات هيكلية من منتظر القيام بها مش تحسن مناخ الاستثمار ومش تحسن الاقتصاد الوطني. عوامل ستشكل أرضية ملائمة تمكن بورصة تونس للأوراق المالية من استعادة عافيتها لجلب المزيد من المستثمرين ولإنعاش الاقتصاد الوطني. الانتخابات التشريعية التي عاشت على واقعها تونس يوم أمس كانت أيضا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم. جريدة الصباح الأسبوعية الورقية وفي عددها الصادر صباح اليوم أفردت حدث تنظيم الانتخابات التشريعية في تونس بعنوان بارز على صفحتها الأولى، تقول فيه: هبوا للصناديق بكثافة، التونسيون لبوا نداء، حزب الباجي قيد السبس يصنع المفاجأة والنهضة تصمد. أما جريدة الشروق فقد نشرت على صفحتها الأولى نتائج الأولية والتوقعات بالنسبة للأحزاب الخمسة الأولى حسب تصورات سيجما كونساي في انتظار النتائج الرسمية، وأوردت في صفحتها الرئيسية نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي تقول إنها تجاوزت 60%. الصحيفة اليومية المستقلة المغرب تساءلت في تغطيتها عن سبب تواجد السفير الأمريكي في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة. الخبر تناولته كذلك جريدة لابريس التي أوردت صورة للسفير الأمريكي في أحد مراكز الاقتراع وتساءلت كذلك عن سبب وجوده هناك، وعنونت افتتاحيتها خطوة كبيرة تم قطعها، وجاء في المقال أن تخوفات المشرفين على هذه الانتخابات لم تتحقق. المقال قدم تحية خاصة إلى القوات الأمنية والعسكرية التي أمنت العملية الانتخابية منذ بدايتها. التونسية أصدرت كذلك عددا خاصا بالانتخابات التشريعية، وفي صفحتها الرئيسية كتبت: في انتخابات قد تفوق نسبة المشاركة فيها 60% مرت سالمة، فهل تفرز منتخبا سياسيا جديدا؟ أحبك يا شعب عنوان صدر في الصفحة الأولى من العدد الخاص لجريدة الضمير التي تقول إن الانتخابات جرت في إطار من الهدوء والأمن مع نقائص لا تمس جوهريا بنتائج التصويت. وتعرضت الصحيفة إلى تفاعل الشخصيات العربية مع الانتخابات وكتبت: إعجاب وتهنئة ودعوة للشعب التونسي لاستكمال المسار. انتخبنا وانتصرنا، هكذا تقول صحيفة الصريح في العنوان الرئيسي الذي أوردته على صفحتها الأولى مع تغطية خاصة قامت بها للانتخابات على سفح الشعامبي. أما جريدة البيان وفي تغطيتها للانتخابات التشريعية كتبت تقول: وانتصرت إرادة التونسيين، مع حوار أجرته البيان مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار يقول فيه إن الإقبال فاق كل التوقعات وسننظر في كل التجاوزات. وفي ردود الفعل الدولية تجاه أجواء الانتخابات التشريعية في تونس، هنأت العديد من الدول تونس على حسن تنظيم هذه الانتخابات التي وصفتها بالديمقراطية والتاريخية، ومن بينها إيطاليا التي اعتبرت أن الانتخابات التشريعية جرت في أجواء مثالية، بعثت برسالة أمل وثقة إلى كامل المنطقة المتوسطية.
في أول رد عن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في تونس، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانتخابات بالديمقراطية، معتبرا أنها مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي في تونس. وجدد أوباما في بيان نشر على موقع ويب البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في تونس وإقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية وضمان الأمن لجميع التونسيين. من جانبه أشاد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بحسن سير الانتخابات التشريعية في تونس، وقال فابيوس في تصريح إعلامي: أقبل التونسيون على هذا الاقتراع الحاسم الذي يدشن مرحلة تنصيب المؤسسات الدائمة والديمقراطية للجمهورية، مضيفا أن التونسيين حققوا تقدما تاريخيا يوم الأحد بتأكيد تمسكهم بالديمقراطية، وأنهم يثبتون أن الديمقراطية ممكنة في كل القارات وفي كل الثقافات على حد تعبيره. وزير الخارجية الكندي جون بيرد وصف الانتخابات التشريعية التونسية بالتاريخية، وهنأ في بيان الشعب التونسي بتنظيم هذه الانتخابات، وقال إن التونسيين أثبتوا التزامهم ومثابرتهم طيلة مسار انتقال بلادهم نحو الديمقراطية، وإنهم مارسوا حقهم الديمقراطي في الانتخاب في إطار انتخابات حرة ونزيهة، مشددا تأكيده على أن تونس شريك على عدد المستويات. الجزائر وعلى لسان الناطق الرسمي باسم خارجيتها أعربت عن ارتياحها للسير الجيد للانتخابات التشريعية في تونس، معتبرة أنها جرت في ظروف سادها الهدوء. وهنأت الشعب والحكومة التونسية على السير الجيد لهذه الانتخابات التي تمثل مرحلة حاسمة في مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون. الجزائر شددت على التزامها بمواصلة تقديم دعمها التام لتونس. وتفاعلا مع الحدث الذي تعيشه تونس المتمثل في الانتخابات التشريعية 14/2000 على الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدم عديد المتفاعلين تصورهم للمشهد السياسي في تونس بعد الإعلان عن النتائج الأولية. بعضهم عبر عن تمنياته بعدم العودة إلى ما أسماه بنظام المخلوع، فيما رأى البعض الآخر المشهد غامضا وغير واضح، موضحا أن الأوضاع تغيرت بنسبة 180 درجة. وقدم المتفاعلون مع هذه الصفحة جملة من المقترحات، منها مبادرة الأحزاب للتعامل برقي فيما بينها وتقبل النتائج إرساء لمبادئ الديمقراطية. أكد الناطق الرسمي باسم تيار المحبة سعيد الخرشوفي اليوم انسحاب رئيس تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيم دورتها الأولى يوم 23 من نوفمبر القادم. وأرجع الخرشوفي هذا القرار إلى عدم حصول الحزب على أغلبية المقاعد النيابية في مجلس نواب الشعب القادم التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة وتنفيذ البرنامج الذي توجه به إلى الشعب بحسب تعبيره. أعلنت إذن نمر إلى أخبارنا الدولية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين جراء القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة وعشوائية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة التي تخضع لحصار عسكري منذ عدة أيام. يأتي ذلك في وقت أعطت فيه الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، قرار قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأراضي المحتلة. وفي العراق قتل 27 عنصرا على الأقل من متطوعي الحشد الشعبي، وأصيب 60 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب جرف الصخر جنوب العاصمة العراقية بغداد. وكانت القوات العراقية مدعومة بمجموعة من المتطوعين قد استردت المنطقة من مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يوم أمس. كما أعلن مصدر أمني في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى مقتل 6 من أفراد الجيش والحشد الشعبي وإصابة 10 آخرين بجروح في مواجهات بينهم وبين هذا التنظيم الإرهابي في منطقة الصدور شرق بعقوبة.
أعلنت إذن نعود إلى الشأن الوطني، حيث أعلنت شبكة مراقبون خلال ندوة صحفية فوز حركة نداء تونس تليها حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس. شبكة اعتمدت في النتائج المعلنة على عينة تمثيلية من خلال معاينة عملية فرز 1000 مكتب اقتراع في مختلف تراب الجمهورية، استندوا خلالها على الثقل الانتخابي للمعتمديات وحجم مكتب الاقتراع من حيث عدد الناخبين. أعلنت شبكة مراقبون أن عملية الفرز السريع للأصوات التي اعتمدتها للحصول على نتائج الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني كشفت عن فوز حركة نداء تونس بنسبة 37.1% بهامش خطأ 1.5%، تليها حركة النهضة ب 27.9% بهامش خطأ 1.2%، ثم الاتحاد الوطني الحر ب 4.4% بهامش خطأ 0.3%. الجبهة الشعبية تحصلت على 3.7% بهامش خطأ 0.4%. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تحصل على 2% بهامش خطأ 0.3%. نفس النسبة نجدها عند التيار الديمقراطي بهامش خطأ 0.2%، والحزب الجمهوري فقد تحصل على 1.6% بهامش خطأ 0.2%. أما بالنسبة لتيار المحبة تحصل على 1.1% بهامش خطأ 0.2%. قمنا بأخذ عينات على القائمات اللي موجودة في 27 دائرة القائمات الوطنية. النتائج اللي عندنا راهي هنا ما هيش صبر آراء، احنا ما نسألوش المواطنين اش صوتوا، نسألوا الصندوق. خذينا الكل من محاضر الفرز الأوفيسيال متاع الانتخابات في وسط المكاتب بعد ما كملوا عملية الفرز، قمنا بتجميعها بدراستها، هامش الخطأ عندنا صغير. وأضاف المنسق العام لشبكة مراقبون أن هذه العملية أظهرت أن النسبة العامة للإقبال على الاقتراع بلغت حدود 70%، وأن نسبة الأوراق البيضاء بلغت 2%، بينما بلغت الأوراق الملغاة 3%. وأكد رفيق الحلواني أن العملية الانتخابية لم تخلو من بعض الإخلالات والتجاوزات. فما حملات إعلامية في وسط المكاتب، فما حملات في وسط المدارس، ولكن مع هذا الكل احنا نقول التصويت هذا شعتاء، المنظومة يلزم تتحسن، فما برشا ناس ما قاوش أسماءهم في سجل الناخبين. هذا ويبقى الإعلان عن النتائج الرسمية من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذن بيّنت بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات اليوم أن عملية الاقتراع التي جرت يوم أمس للانتخابات التشريعية في تونس استجابت للمعايير الدولية للانتخابات الآمنة والحرة والشفافة والديمقراطية. من جهتها أكدت بعثة المجلس البرلماني الأوروبي لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات التشريعية في تونس كانت ذات مصداقية وتميزت بالشفافية. وأكدت البعثة في تقريرها النهائي بشأن تقييم سير العملية الانتخابية في تونس أن ما رصد من بعض التجاوزات لا يرقى إلى درجة التشكيك في نزاهة الانتخابات. كما هنأ رئيس المجموعة البرلمانية الشعب التونسي بنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، داعيا كل طبقة سياسية إلى القبول بنتائج الانتخابات. وأشار رئيس البعثة إلى وجود بعض الملاحظات التي سترفع من خلال هذا التقرير لهيئة الانتخابات، توصي أساسا بمزيد تطوير العملية في الاستحقاقات القادمة. Nous aimerions féliciter le peuple tunisien pour la qualité extraordinaire du processus électoral. نود أن نهنئ الشعب التونسي للجودة العالية التي تميز بها سير العملية الانتخابية والتي تنهي المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة. الانتخابات كانت حرة وشفافة، ومجلس نواب الشعب الذي سينبثق عنها سيمثل حقيقة إرادة الشعب ويتميز بالشرعية التي ستخول له أخذ القرارات اللازمة والضرورية لمصلحة البلاد. وتتمنى البعثة الأوروبية أن يكون السياسيون في مستوى النضج السياسي للمواطن وأن يقبلوا بنتائج الانتخابات مهما كانت. auront la main auront faire preuve de la même maturité politique que les citoyens en acceptant les résultats du vote.
تقدمت وزارة الداخلية بالشكر إلى كافة إطاراتها وأعوانها من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية وسجون والإصلاح وإلى وحدات الجيش الوطني والديوان التونسية لتأمينهم الاستحقاق الانتخابي يوم 26 من هذا الشهر. وأشادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بما بذلوه من مجهودات جبارة بكامل تراب الجمهورية دفاعا عن الوطن وحرمته وأمن المواطن وسلامته. وقد دعت وزارة الداخلية في بيانها أفراد الشعب التونسي إلى مزيد الالتفاف والتعاون الإيجابي مع المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين الاستحقاقات الهامة والمصيرية. في أخبار الرياضة، سيختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط للتأهل إلى المرحلة النهائية لكأس إفريقيا الأمم 15 و2000 من بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعاتها المختلفة بالتصفيات. وفي حال التساوي بين منتخبين أو أكثر يتم اختيار الفريق صاحب أفضل فارق من الأهداف، وتمنح في حال التساوي الأفضلية للفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف، على أن تقام بينهما مباراة فاصلة. في حال التساوي أيضا تقام بينهما مباراة فاصلة. أكدت شرطة جنوب إفريقيا مقتل سونزو ميوا قائد وحارس مرمى المنتخب الجنوب إفريقي وفريق أورلاندو بيريس إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منطقة قريبة من مدينة جوهانسبورغ. وكان سونزو البالغ من العمر 27 عاما حمل شارة القيادة في آخر 4 مباريات لمنتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. إذن بالرياضة وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. بعد أكثر من 52% من عملية الجمع، هيئة الانتخابات تعلن نتائج الجزئية للانتخابات التشريعية لدائرتي توزر وتطاوين. المكاتب المركزية للتجميع والفرز بكامل تراب الجمهورية تواصل عملية التثبت والتدقيق اليدوي والألي في محاضر نتائج العد والفرز. البعثات الأجنبية لمراقبة وملاحظة الانتخابات تقول إن عملية الاقتراع استجابت للمعايير الدولية وإشادة دولية وعربية بظروف إجراء الانتخابات. ونشير في الختام أنه بإمكانكم التواصل معنا دائما عبر الموقع الإلكتروني info@tunisiatv.tn. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.